بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن القناه بتاعتي لما بتكبر شويه وبلاقي فيه مشتركين بييجوا وبلاقي القناه بدات تجيب ارقام، الواحد بيحن للايام ما كنا قاعدين في صحراء كده، اللي هو يا نرجع بقى نتكلم كلام من اللي بيزعل الناس. ايه بقى الكلام اللي بيزعل الناس؟ معلش يعني انا بلاقي في فيديوهات معديه وجايبه ريتش عالي جدا، وتشوفها تلاقي المحتوى بتاعها ماذا قال رضا عبد العال عن فوز الجزائر على غانا، ماذا قال خالد بيوم على فوز الجزائر على غانا، ماذا قال مش عارف مين على فوز الجزائر على غانا، ماذا قال علاء شارك على فوز الجزائر على غانا، وتلاقي اصحاب الفيديوهات بسم الله ما شاء الله بيفبركوا فيديوهات 10 على 10، والخيال بتاعهم عدوا الخيال بتاع الراجل بتاع معلومه لعقلك. بصراحه الواد ده طلع غلبان بالنسبه للناس اللي بتتكلم في التصريحات دي، لان انا من الناس اللي بخش اتفرج على التصريحات وبطلع ادور عليها ما بلاقيهاش، بحس ان انا اتضحك عليا بجد والله. يعني دخلت ادور على التصريح عم رضا على ماتش الجزائر وغانا، ما لقيتش رضا عبد العال اي حاجه خالص في اي منصه خالص. طب خالد بيومي اصيع من ان هو يتكلم على ماتش ودي، يعني ده ماتش ودي، ما ينفعش ان خالد بيومي يطلع يحط كميه توقعات عاليه جدا لماتش ودي. ليه؟ لان ده ماتش ودي، فصعب انك تطلع تقول ان الجزائر هتاخد افريقيا وبابا افريقيا واسد افريقيا على ماتش ودي. انا كنت كاتب عناوين زي كده، بس كنت جوه الفيديو بقول حاجات ما بتعجبش الناس مش عارف ليه، مع ان يا جماعه لما بنقعد نتكلم بمنطقيه وموضوعيه الناس بتزعل. لما الناس بتزعل بيكون في مشكله. ليه؟ لان سقف التوقعات رايح لحته بعيده قوي، فلما انت تيجي تتكلم معاه على المنطق والواقع والارض فيها ايه بيزعل. يعني احنا مثلا كمنتخب تونس ومنتخب مصر ومنتخب المغرب، الارض والواقع بتاعنا بيقول ان احنا مش هنعمل اي حاجه، البطوله صعبه علينا ومشاكلنا كتير. المنتخب الجزائري ما عندوش مشاكل. المنتخب الجزائري سقف التوقعات عالي. المنتخب الجزائري فريق مميز. بس هل المنتخب الجزائري هيروح يجيب البطوله ويرجع كده في غمضه؟ الموضوع مش سهل. ولما بنقول الموضوع مش سهل، ناس كتير قوي بتقول لك ايه غيرانين هتموتوا بغيركم وحقوقكم مصريين. يا باشا ليه؟ انا اغلب المتابعين اللي عندي جزائريين، فلما الجزائر ياخد البطوله بالعكس هتنطق معاهم. يعني بدل ما هي 17 هتلاقي ان هي راحت ل 20. يعني انا بالعكس انا من مصلحتي ان الجزائر ياخد البطوله. انت فاهم غلط والله، بس انا بتكلم بما يرضي الله وبالواقع وبالمنطق والكوره. ما ينفعش يا ابني اقول لك تاني وتالت، ما ينفعش يا ابني 90 دقيقه تلاقي الفرقه مسيطره والفرقه ماشيه المباراه بمزاجها. مفيش حاجه اسمها الفرقه لما بتسيب الكوره الماتش بيمشي بمزاجها، الا لو بتكون قافله على مناطق الخطوره عند الفرقه المنافسه. وبعدين معلش المنتخب الغاني كان ناقص كتير في الماتش الودي. المنتخب الغاني خد الموضوع ان هو ماتش ودي، ماتشات الوديه دي ما بيطلعش حد يقيم عليها، دي اسمها ماتشات تحضيريه. وعهد الله اسمها ماتشات تحضيريه. حتى جمال بالماضي نفسه عامل ماتشات تحضيريه، كان عايز يبدا بماتش سهل وهو جامبيا وما عرفش عشان خاطر المنتخب الجامبي لغى الماتش عشان خاطر حالات الكوفيد، وكان عايز يبدا ماتش يعني نعلي الوتيره شويه مع غانا. فلما اطلع الاقي في ناس بتتكلم عن المنتخب بكل افوره بعد ماتش ودي، انا نفسي افهم ازاي بتقولوها بعقل وبمنطق، وازاي في ناس بتتقبل الكلام ده. يعني نفسي افهم بصراحه. الكلام ده ممكن يكون بيزعل وممكن يجيب ديسلايكات وممكن يجيب شتيمه، بس انا عايز افهم بجد والله، انت ازاي بتسمح ان كل الكلام ده يتباع عليك؟ ازاي بتسمح ان المنتخب الجزائري يتم فيه عمليه نصب واحتيال هنا على المنصه باسم المنتخب الجزائري وباسم جمال بالماضي وباسم يوسف البلالي؟ انا سمعت تصريح على حد نقله هنا ان يوسف البلالي بيقول احنا مش خايفين من اي حد. يوسف البلالي اصيع من ان هو يطلع يقول تصريح زي ده بعد ماتش ودي. يا جماعه ما ندخمش الامور والنبي، ندوا الامور حجمها الطبيعي، ندي للامور حجمها الطبيعي. لو اعطينا الامور حجمها الطبيعي هنرتاح كلنا وهنبقى مرضيين قوي والله. على فكرة فعلا انا رحت دورت على كل الناس دي، مفيش حد فيهم قال ولا كلمة على مباراة الجزائر وغانا، لان احنا عندنا في مصر مشاكل كتيرة جدا مش مخليانا مركزين على المنتخبات اللي عملت مباراة ودية. احنا عندنا مدير فني بيروح يطبل الاتحاد الكرة الجديد، عندنا مدير فني قال لك انا عايز اعتزل بعد البطولة، عندنا مشاكل كتير، عندنا قرعة كاس الرابطة، عندنا مشاكل اكتر بكتير جدا من ان احنا يكون عندنا وقت فراغ الاعلاميين بتوعنا يطلعوا يتكلموا على بطولة افريقيا، لان بطولة افريقيا بالنسبة لنا بقت وقت فراغ. والله بجد احنا وصلنا لحاله سيئه جدا في الكره المصريه، فلما تيجي تدور على حد بيقول ايه على منتخب الجزائر فالله يكون في عونك بصراحه. طبعا لو الفيديو ممكن يكون عجبك بعد الكلام ده اعمل لايك، لو الفيديو ما عجبكش فبراحتك، دي اراء. واعرف دايما ان الكره فيها اراء، في حد ممكن يقول لك اقصى الشرق صح، حد تاني ممكن يقول لك اقصى غرب غلط، وفي حد تاني ممكن يقول لك الاثنين دول غلط ما بيفهموش اي حاجه. ليه؟ لان هي كره القدم كده وجهات نظر. فخلينا يا ابني في موضوع الموضوعيه وخلينا في موضوع العقلانيه. ما بياكلش عيش وما بيجيبش متابعات ولا مشاهدين كتير، بس الحمد لله.